برد كثير كثير بوجهي يا عمو في انتاركتيكا، بس رفعت علم لبنان على امي في انتاركتيكا. أنا كتير مبسوطة إني على فينسنت بيس كام خلصت سادس أمي من السبع أمم، تحدي السبع أمم كأول لبنانية، هيدا شرف إلي. بلشت رحلة لأبرست، أنا بمطار لوكلا، ما شايفين هيدي نقطة الصفر لننطلق لأبرست بيس كام. هذا المشروع هو رسالة لكل امرأة عم تسمعني، انه ايه فيك تحققي احلامك، فيك تحلمي وتكوني عم بتخططي وتشتغلي لحلمك وتوصلي له.